الحبر الجديد من الميادين. في الصحف والمواقع واشنطن تستنجد بحلفائها كيف نمنع بواخر إيران، نقرأ في الأخبار اللبنانية. وعن رصاصة المقاوم في رأس المحتل عند جدار غزة، يدعو أحرنوت تنتقد حكومة بنت وتصفها بأنها لا تملك العمق والشجاعة لتجريب طريقة ثالثة مع غزة. وفي الشروق التونسية نقرأ تزامنا مع إغلاق الحدود مع ليبيا حقيقة إدخال داعش إلى تونس، ماذا في التفاصيل؟ في الميادين نت مقال عن علاقة الغرب بالإرهاب بعنوان لقد تغيروا للمفكرة العربية بثينة شعبان. كاتب اليوم تشار غاندي ونسأله عن تفاصيل مقاله في الميادين بالإنجليزية لا حرية مثالية من دون الاستقلال السياسي والاقتصادي. الحدث هذا اليوم في ضوء انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، هل من انعكاسات على الوجود العسكري في البحرين؟ في جديد اليوم لافروف يقول أن حوار موسكو مع واشنطن مشجع، ويؤكد أن خط أنابيب سيل الشمال سيعزز أمن الطاقة في أوروبا. وضيف اليوم جواد عبد الوهاب. واشنطن تستنجد بحلفائها كيف نمنع بواخر إيران، تقرير في جريدة الأخبار لميثم رزق تقول فيه ليس من باب الصدفة تزامن إبلاغ السفيرة الأمريكية القصر الجمهوري قبول واشنطن مد لبنان بالكهرباء عبر الأردن وسوريا، مع إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله انطلاق باخرة محروقات من إيران لكسر الحصار على الشعب اللبناني. أدرك الأمريكيون أنهم حلوا في ورطة وأنهم أخطأوا في تقدير الحسابات وأن أحدا لن يقدم على كسر الحصار. علمت الأخبار أن مسؤولين أمريكيين ومن بينهم السفيرة لم يتوقفوا منذ الإعلان عن الباخرة الأولى عن استصراح قوى سياسية لبنانية محسوبة على محورهم وأخرى حيادية بشأن المحروقات والباخرة والخيارات المتاحة لعرقلتها في حال وصولها إلى الشاطئ اللبناني، وهذا الأمر أصاب القوى القريبة من الجو الأمريكي بالخيبة مما عدته دليلا على عدم وجود قرار بضرب البواخر أو إعاقة مسارها في البحر الأحمر أو قناة السويس، ودليلا آخر على التخبط الأمريكي في مواجهة هذا التطور. كما رأت أن الأمريكيون تلقوا صفعتين، الأولى هي إثبات حزب الله أنه قوة ردع وحماية للبنان وأنه قادر ومتمكن من كسر الحصار، والثانية هي دفع حزب الله الأمريكيين إلى أن يكسروا بأنفسهم الحصار ليس عن لبنان فحسب وإنما عن سوريا أيضا ولو جزئيا. نرحب من جديد بضيفنا لليوم الأستاذ جواد عبد الوهاب، وحضرتك كاتب سياسي وصحفي بحريني، أهلا وسهلا بك. إذا سيدي، وفقا لما تشير إليه ميثم رزق في هذه المقالة فإن الأمريكيين يبحثون مع قوى سياسية لبنانية طرق عرقلة وصول باخرة المحروقات إلى لبنان، هذا التخبط الذي تعيشه السفارة الأمريكية وحلفاؤها في لبنان، ماذا يقول عن مخاوف هؤلاء من قدرة حزب الله على كسر الحصار الاقتصادي المفروض أمريكيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وإلى السادة المشاهدين. أولا، استطاع السيد حسن نصر الله بخطابه وبتهديده بإدخال الوقود إلى لبنان أن يقوم بجعل الآخرين بكسر الحصار، ولذلك لا يستطيع الأمريكيون وقف هذه الخطوة التي تعتبر وطنية بحتة أقدم عليها الحزب وأقدم عليها السيد حسن نصر الله، بحيث قلب الطاولة على الأمريكان. كان هدف الحصار هو أولا تأليب حاضنة حزب الله ضد هذا الحزب وضد محور المقاومة، وأيضا استمرار الحملات الإعلامية بأن حزب الله هو السبب الرئيس في مشاكل لبنان وما يتعرض له لبنان من مآسي، سواء على المستوى الاقتصادي أو على مستوى تشكيل الحكم
السيد حسن نصر الله قلب هذه المعادلة وأصبحت شعبيته أكثر اليوم في لبنان، يعني من تأليب الحاضنة إلى تأييد حتى من يقفون ضد الحزب من الموالين للولايات المتحدة الأمريكية إلا ما نذر. ولذلك فإن الأمريكان يستعجلون اليوم أمورهم في أن كيف يستطيعون منع هذه الخطوة التي ستجعل من حزب الله ومن زعيم حزب الله قائدا وطنيا، يعني إضافة صفة أخرى لأنه قائد مقاوم ويدافع عن لبنان إلى قائد وطني يحمي مصالح والسيد نصر الشعب. الله بالأمس أكد أن هذه المحروقات ليست لفئة محددة في لبنان إنما لجميع اللبنانيين، وأيضا رفع مستوى التحدي بالإعلان عن باخرة ثانية من المحروقات وجهوزية إيران لمساعدة لبنان على استخراج النفط والغاز. أي معادلات يرسيها هذا في الصراع القائم في المنطقة ككل، ولا سيما في مواجهة السياسة الأمريكية والحصار الأمريكي في المنطقة؟ شوفي، الأمور مثل هذه الأمور ومواجهة العنجهية الأمريكية ودول الاستكبار تحتاج إلى إرادة قوية وإلى زعيم يؤمن بالقضية الوطنية وبقضية الشعب كاملا. ولذلك عندما أقدم السيد حسن نصر الله على ليس فقط على أنه سيجلب المحروقات إلى لبنان، وإنما أعلن بالإضافة إلى ذلك أن هذه البواخر التي ستتجه إلى لبنان هي أراضٍ لبنانية، ولذلك منع أي تصرف أحمق سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو من إسرائيل من أن تقدم على خطوة حمقاء في منع هذه البواخر من الوصول إلى لبنان بطريق العمل العسكري، موسعا بذلك دائرة الردع التي عادة ما يستخدمها الحزب في مواجهته لهذه الدول. ومن لبنان إلى التطورات الأخيرة في قطاع غزة، ففي يد عود أحرنوت الإسرائيلية مقال نقدي لاذع لحكومة نفتالي بنت، كتبه عوفر شيلح وهو باحث كبير في معهد أبحاث الأمن القومي. يقول شيلح: تغيير السياسة الموعود لحكومة التغيير في القطاع لم يصمد حتى شهرين. مرة أخرى يرشون حماس وفق قوله من أجل شراء القليل من الهدوء، ومرة أخرى يتكلمون عالياً عن حكم البالون كحكم الصاروخ، لكنهم لا يردون على إطلاق النار على مقاتلي حرس الحدود، ومرة أخرى يتعلقون بالخطاب الفارغ عن أسرى ومفقودين من أجل تبرير إدامة الوضع. هناك ثلاثة سبل لمعالجة ورم غزة وفق وصفه: الأول احتلال القطاع وإسقاط حماس وقلة تؤمن بذلك، الثاني استمرار الوضع القائم الذي يعني ليس فقط أن حماس تقرر متى تطلق النار وإلى أين، بل ويقينا تدهورا كل عدة أشهر. وهناك سبيل لم يجرب إنتاج ثمن خسارة حقيقية لسكان غزة الذين يعيشون في واقع لا يحتمل من الفقر والمياه غير المناسبة للشرب والكهرباء لساعات معدودة فقط في اليوم. فقط إن هذا يتطلب تعمقا وشجاعة، وهما أمران غير موجودين لدى غالبية حكومات إسرائيل، وبالتأكيد ليس الحالية. وعن الحادثة نفسها تقول صحيفة إسرائيل لها يوم: إنما جرى حادثة تكتيكية وهامشية بحسب الظاهر، لكنها تجر الجيش الإسرائيلي وإسرائيل إلى مأزق استراتيجي. هذا بالضبط ما حدث في التظاهرة على حدود قطاع غزة، حدث محلي معروف سلفا كان من المفترض أن ينتهي من دون شأن خاص وخرج عن السيطرة، وورط إسرائيل في مناوشة غير محبذة يبدو أن ذروتها ما زالت أمامنا. الجيش الإسرائيلي فشل في إصدار توضيحات معقولة بشأن مسلكيته في الحادثة، لا عن السؤال لماذا تمكن عناصر حماس من دخول المنطقة العازلة بعمق نحو 300 متر من السياج، ولا على الأسئلة عن مكان تموضع القناصة بصورة سهلت استهداف أحدهم. في ظاهره يبدو أن الأمر يتعلق بفشل تكتيكي عميق. الآن الجيش الإسرائيلي يسجل ثمنا باهظا من أول تظاهر
ظاهرة مهمة يتعامل معها في الفترة الحالية. الحادثة في غزة مقلقة ليس فقط بسبب نتائجها الصعبة، بل في الأساس بسبب تداعياتها اللاحقة أيضا. حماس حصلت على رياح داعمة، وعلى الأرجح ستواصل التظاهرات من ضمن أمل بجباية ثمن في المستقبل أيضا. أعود إليك أستاذ جواد. إذن عوفر شريلح في المقال الأول دعا إلى السماح باستثمارات حقيقية في قطاع غزة، على اعتبار أن ذلك سيقول لأهل غزة أن ما يحول بينهم وبين الحياة الجيدة وحياة أفضل هو ممارسات حماس تجاه الاحتلال الإسرائيلي. برأيك بعد كل المواقف المشرفة لأهل غزة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، بعد الهبة الشعبية التي شهدناها في مختلف الأراضي الفلسطينية، اقتراح كهذا والكلام عن استثمار سياسي، هل حقا سيحدث تغييرا في موقف أهل غزة من حماس؟ أنا أعتقد أن إسرائيل أو الكيان الإسرائيلي يواصل يعني السياسة المرتبكة تجاه ما يحدث في قطاع غزة. حماس تتطور في كل يوم وتطور من نفسها سواء على المستوى السياسي أو المستوى العسكري، إضافة إلى أنها تمتلك حاضنة كبيرة في داخل قطاع غزة. الإسرائيليين يتوهمون أن الغزاويون هم يعانون من المسألة الاقتصادية، لكن العقل الفلسطيني والوعي الفلسطيني هو أكبر من ذلك بكثير، أكبر من أنهم يتعرضون إلى أزمة اقتصادية. المشكلة في الكيان الصهيوني أنه يتعامل مع القطاع على أساس أن هناك فقراء وأناس حفاة لا يستطيعون عمل أي شيء، بينما في الوعي الفلسطيني هناك قضية أكبر من قضية الاقتصاد، وهي قضية الاحتلال والحرية لهذا الشعب الذي مضى على احتلاله أكثر من 70 سنة لحد الآن. ولا تزال هذه المقاومة التي يبديها الغزاويون تجاه الكيان الصهيوني تتمدد وتتوسع في كل يوم، بل يعني تحاول أن تجعل من إسرائيل من الكيان الصهيوني ضحوكة أمام العالم وأمام هذه التصرفات التي يستخدمها أو الممارسات التي يستخدمها أمام المقاومين في غزة. بعد معركة سيف القدس زعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن العملية ستؤدي إلى جبهة جنوبية هادئة نوعا ما لفترة طويلة، ولكن منذ ذلك الحين جرى إطلاق بالونات حارقة، قذائف، وكما أن جندي إسرائيلي أصيب من مسافة صفر. ما دلالات ذلك فيما يتعلق بتقديرات الإسرائيلية التي ثبت أكثر من مرة أنها تفشل بالنسبة لقدرات قطاع غزة؟ دلالات ذلك أن استخدام منطق القوة من قبل الإسرائيليين اتجاه الغزاويين أسلوب فاشل ولم يصل بهم إلى نتيجة. حتى لو تبدلت الوجوه في داخل الكيان الإسرائيلي، فإن السياسات والعقلية الإسرائيلية التي تمارس العمل العسكري والسياسي ضد قطاع غزة هي ذاتها، سواء جاء حزب العمل أو الليكود أو غيره من الأحزاب السياسية في داخل الكيان الصهيوني. ولذلك فإن كل ما تقوم به ما يقوم به الكيان الإسرائيلي من ممارسات ينعكس بالضرورة على عمل مقاوم من قبل قطاع غزة. نعم أستاذ جواد، حضرتك باق معنا، والآن إلى الملف الأفغاني، وهذه المرة مقال من صحيفة واشنطن بوست بعنوان الجمهوريون يستغلون الانسحاب من أفغانستان للمطالبة بمزيد من الحروب. إن خروج الولايات المتحدة من أفغانستان بعد طول انتظار سيكون دائما فوضويا، ويعود الفضل إلى عقدين من الاحتلال الذي يتسم بسوء الإدارة والتوجيه، مشاكل قصيرة وطويلة الأمد ستعانيها إدارة بايدن. على المدى البعيد سيتعين على البيت الأبيض مقاومة أولئك الذين قد يستغلون الانسحاب للمطالبة بسياسة خارجية تتسم بالمزيد من المواجهة في أماكن أخرى.
يدعم الجمهوريون بالفعل الشائعات المضللة التي تدعي أن الانسحاب من أفغانستان يقوض قوة الولايات المتحدة في أماكن أخرى؟ كانت هذه التعليقات في أغلب الأحيان جانبية خلال البرامج الحوارية، لكنها تشير إلى النهج الذي سيتبعه الجمهوريون على قاعدة أنه ظهرت ملامح الضعف على الرئيس بايدن، وبالتالي على الولايات المتحدة الآن أن تثبت أنها لا تخضع لسيطرة أحد. يتعين على الزعماء الأمريكيين أن يدركوا حدود السياسة الخارجية العدوانية والقائمة على التدخل، ويجب أن يمثل التعاون للمواجهة الحل الافتراضي. وتكمن جذور الانسحاب الكارثي الذي حدث هذا الشهر فيما قاله بعض أكبر منتقديه، ولن تتكرر الكارثة إلا باتباع مشورتهم. أعود إليك أستاذ جواد، يعني بعد عقدين من استنزاف القدرات البشرية والمادية الأمريكية في أفغانستان وما تلا ذلك من هزيمة ومن انسحاب أقل ما يقال عنه أنه كان مذلا أمام العالم كله، كيف يمكن للجمهوريين أن يطالبوا بمزيد من الحروب والتدخلات العسكرية؟ هل حقا هناك جدوى من ذلك؟ أولا يعني في الولايات المتحدة الأمريكية هناك تنافس كبير بين الحزبين، ويستثمر كلا الحزبين الأحداث التي تحصل من أجل كسب المزيد من الأصوات. الخوف اليوم من الديمقراطيين بأن تتحول الأصوات المستقلة والمعتدلة التي ساهمت بشكل كبير في فوز الإدارة الحالية أن تتحول مرة أخرى في الانتخابات النصفية في السنة القادمة إلى الحزب الجمهوري، ولذلك يقوم الحزب الجمهوري باستغلال هذا الحدث يعني توضيح أن الإدارة الأمريكية الحالية فاشلة ولا تستطيع إدارة مثل هذه الأزمات، وأنها أوقعت أمريكا في مذلة كبيرة أمام كل العالم. هل يعني ذلك أن مشاهد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان ستؤثر على شعبية بايدن في الداخل الأمريكي؟ من الطبيعي أنها ستؤثر على وأثرت على شعبية يعني الرئيس الأمريكي الحالي. الاستفتاءات التي صدرت خلال هذا الأسبوع كلها يعني تنبئ بتدني شعبية بايدن بعد قرار الانسحاب بهذه الطريقة المستعجلة، والتي أودت إلى استلام طالبان وسيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان. نعم، ولكن الحديث عن وجوب الذهاب إلى مزيد من الحروب والتدخلات الخارجية من قبل الجمهوريين، هل له جدوى اليوم؟ يعني بعد التجربة الأفغانستانية وما صار من انسحاب مذل أمام العالم كله، هل يمكن الذهاب إلى تدخلات عسكرية ناجحة في هذا التوقيت بالنسبة للولايات المتحدة؟ شوفي، في الوقت اللي عارض فيه الرأي العام الأمريكي طريقة الانسحاب من أفغانستان، لأن النسبة الأكبر من الشعب الأمريكي تؤيد عدم خوض حروب أخرى في العالم. كل ما تقوم به أو يقوم به الحزب الجمهوري اليوم من حملة إعلامية وإطلاق مثل هذا الخطاب هو للاستهلاك المحلي، يريد أن يسقط أو يفشل ما تقوم به إدارة بايدن الحالية، وإلا فإن الشعب الأمريكي لا يريد في أغلبيته خوض حروب مثل ما يقول الحزب الجمهوري. ومن التخبط الأمريكي بعد الانسحاب من أفغانستان إلى الملف التونسي، مع تقرير لافت تنشره شروق تحت عنوان تزامنا مع إغلاق حدودنا مع ليبيا حقيقة محاولة إدخال دواعش إلى ليبيا. في التفاصيل، كشفت مصادر ليبية للشروق معلومات عن وجود بعض العناصر الإرهابيين في الأراضي الليبية الذين يسعون للدخول إلى تونس لتنفيذ أعمال عنف. كذلك تنقل الصحيفة عن مواقع ليبية منشورا سريا
أمنيا بشأن محاولات تسلل نحو 100 عنصر إرهابي من ليبيا لمهاجمة مدينة بن قندان التونسية. وتنقل شروق عن محللين عسكريين أن الحدود الليبية مع تونس تسيطر عليها بعض الميليشيات الخارجة على القانون، في مقابل التأكيد أن الجيش التونسي يحكم قبضته على الحدود وترجيح إمكانية تسلل بعض العناصر المتطرفين على نحو فردي واستبعاد مرور مجموعات كبيرة عبر الحدود. أستاذ جواد، يعني سعي بعض العناصر الإرهابية للدخول إلى تونس وتنفيذ أعمال عنف في هذه الفترة الدقيقة التي تمر بها البلاد، ما غاياته وما أبعاده؟ فعلا في يستغل الإرهابيون هذه الفترة الدقيقة التي تمر بها الشقيقة تونس، ولذلك هناك خلايا هدفها الدخول إلى هذه الأراضي لزعزعة الأمن والاستقرار في تونس، التي نجحت في إقامة نظام ديمقراطي ونجحت في الحد من يعني تغلغل الدواعش والإرهابيين في الأجهزة أو المؤسسات التونسية. النظام التونسي بمؤسساته الجديدة يعني أحكم سيطرته على هذه المجموعات وعلى الحدود، وخاصة من ليبيا، كما ذكر تقرير الشروق الذي قال أن بعض المجاميع الإرهابية هي التي تسيطر على بعض مناطق الحدود مع تونس، ولذلك هي التي تقوم بإدخال هذه المجموعات. وحتى لو لم تقم اليوم هذه المجموعات بأعمال إرهابية، فإنها ستشكل خلايا نائمة قد تستيقظ في أي لحظة يراد لها الاستيقاظ. نعم، ومن الشروق التونسية إلى أبرز ما جاء في الصحف الإيرانية، ونقرأ مقالا في صحيفة شرق بعنوان المحادثات النووية ستستأنف للكاتب أبو القاسم دلفي. يقول دلفي أن المؤشرات الحالية توحي بعبور التشكيلة الوزارية المقترحة من محطة مجلس الشورى، وقريبا ستبدأ الحكومة أعمالها. وزير الخارجية المقترح من أشهر الأسماء في المشهد الدبلوماسي الإيراني، ولديه خبرة جيدة في شؤون الشرق الأوسط، ومن الضروري أن يعمل الوزير الجديد بكل الإمكانات نظرا إلى التطورات الإقليمية المتسارعة. من جهة أخرى، فإن توقف المحادثات النووية عند الجولة 6 في فيينا يحتاج إلى تحرك سريع لإعادة الحركة إليها، ولا سيما مع انتشار تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني، الأمر الذي قد يتيح لبعض أعداء إيران ومعارضي برنامجها النووي استغلال الظرف الحالي. أستاذ جواد، يعني المرشح لتولي هذه الوزارة وزارة الخارجية أمير حسين عبد اللهيان قال إن وزارة الخارجية لن تكون وزارة الاتفاق النووي، لكننا لن نهرب من طاولة المفاوضات أيضا، مؤكدا أننا سنبذل كل الجهود لإلغاء العقوبات وسنكون مع مفاوضات غير استنزافية تصب في مصلحة الشعب الإيراني. أي بوادر يمكن استشفافها من هذا الحديث ومن هذا التصريح، ولا سيما أن الكل يعول أو ينتظر ما ستؤول إليه المفاوضات مع تولي الرئيس إبراهيم رئيسي وبدء تولي حكومة رئيسي الشؤون؟ هذه التصريحات واختيار عبد اللهيان وزيرا للخارجية وتصريحات الرئيس رئيسي أثناء الحملة الانتخابية وبعد فوزه بالانتخابات، وما قاله في احتفال التنصيب، كلها تدل على أن الإيرانيين يتجهون شرقا في، والتركيز سيكون على دول الجوار والجانب الإقليمي وأيضا إلى شرق آسيا، ولذلك هم لا يولون أهمية للمفاوضات حول ملف إيران النووي بقدر الأهمية التي يولونها لدول الجوار وتحسين العلاقات
مع دول الجوار والاتجاه شرقا، وهذا ما يخيف دول الغرب، وتستعجل من إيران المفاوضات ومواصلة المفاوضات النووية لكي لا تغوص إيران أكثر في علاقات ممتازة واستراتيجية نعم مع الصين. ولذلك فإن الأهمية الكبرى التي سيوليها الرئيس رئيسي ووزارة الخارجية والسياسة الخارجية الإيرانية ستكون متجهة نحو الشرق. نعم. والآن إلى فقرة كاتب اليوم، حيث مقال في الميادين نت بالإنجليزية للكاتب والناشط السياسي تشار غاندي بعنوان لا حرية مثالية من دون الاستقلال السياسي والاقتصادي. نشاهد أبرز ما في المقال. لا حرية مثالية من دون الاستقلال السياسي والاقتصادي، تشار غاندي، موقع الميادين باللغة الإنجليزية. عندما تولى غاندي مسؤولية حركة الحرية في الهند، أدرك أن القمع الحقيقي تجلى في الإخضاع الاقتصادي، لذلك شرع في تطبيق السياسة البريطانية نفسها التي استخدمت لاستعبادنا لكي يصل إلى الحرية والإنعاش الاقتصادي والاكتفاء الاقتصادي، وأطلق عليها اسم سواتشي، صناعة محلية. كانت معاركه الثلاث الأولى ضد البريطانيين من أجل حقوق المزارعين في الهند، لأجل حقوقهم أرغم الإدارة الاستعمارية على معاملة المزارعين بعدل وإنصاف، وحث الهنود على التخلص من المنتجات المصنوعة في بريطانيا وحرقها والاعتماد على المنتجات المحلية الصنع فقط. لقد قمع الإسرائيليون المجتمع الفلسطيني سياسيا وأخضعوا السكان الأصليين لنفوذهم الاقتصادي. يجب على الشعب الفلسطيني أن يدرك ذلك. لدى الفلسطينيين النموذج الهندي ليتبعوه واستراتيجية غاندي لمحاكاتها. لن يكون الأمر سهلا، لكن ثماره ستكون حلوة ومغذية ووفيرة. ففي فلسطين يندر الطعام كما كانت الحال في الهند المستعمرة، لكن الفلسطينيين يشكلون عددا كبيرا من السكان، وإذا ما قرروا السعي نحو ذلك الهدف سوف يتمكنون قريبا من إنتاج الغذاء الكافي لإطعام شعبهم، وعندما يوفرون كمية وفيرة من الطعام ستضعف الدولة الظالمة تدريجيا. هناك برامج يديرها الفلسطينيون لضمان الاكتفاء الذاتي، والتي قد تبدو في البداية تافهة، لكن تذكروا أن بذرة البلوط عديمة النفع، ولكن إذا زرعت ستصبح شجرة عظيمة. وقد سألنا حفيد المهاتما غاندي عن أدوات الاستعمار في الهيمنة على مقدرات الشعوب انطلاقا من التجربة الهندية وضرورة مواجهة ذلك، نتابع إجابته. دائما ما يستخدم المستعمر أدوات القمع لإخضاع السكان للاستعمار. عندما استعمر البريطانيون الهند ذهبوا إلى حد احتكار صناعة الملح وبيعه. في المناطق ذات المناخ الاستوائي كالهند يكون الملح ضروريا لاستمرار الحياة، مثله مثل الماء والغذاء وأشعة الشمس. كان كل هندي حينها من دون استثناء يعاني بسبب هذه العملية اللا إنسانية. عندما تسلم غاندي قيادة حركة العصيان المدني جعل الملح سلاح دفاع ضد البريطانيين، وقاد مسيرة الملح ضد احتكار صناعته على يد البريطانيين، وقام بالاستفادة من الشعب الهندي وتعليمه طريقة صنع الملح الخاص بهم واستخدامه. بدأ كل هندي في ذلك الوقت، كل منزل، كل قرية، كل مدينة في الهند بصنع الملح بنفسه واستهلاكه. لقد كان البريطانيون بربريين جدا، ومع ذلك عالج الهنود الأمر واستغلوا بربرية البريطانيين لخلق رأي لهم. لم نفز بالحرية بطريقة صحيحة، لكن بعد 17 عاما أجبرت رشة ملح البريطانيين على مغادرة بلادنا ومنحنا الاستقلال. أستاذ جواد، يقول تشار غاندي في مقالته العديد من الدول العربية قامت بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل لخدمة مطالبها الأنانية، وبالتالي طعنت الفلسطينيين في ظهورهم. الآن يجب على الفلسطينيين أن يتوقفوا عن البحث عن الدعم من هؤلاء وأن يأخذوا الأمور بأيديهم. في عالم تحكمه المصالح لا المبادئ ولا الحقوق، إلى أي مدى يمكن القول وانطلاقا من القضية الفلسطينية أن الاعتماد على الذات هو السبيل الأنجح للشعوب نحو الحرية؟ فعلا كلام دقيق ما قاله الأستاذ.
يعني الاستعمار عندما خرج من دولنا لم يترك هذه الدول على يعني رغباتها، أو أعطاها الحرية سواء في القرار الاقتصادي أو السياسي. هو سيطر على الجانب الاقتصادي وربط هذه الدول وهذه الشعوب بالغرب عن طريق جعل هذه الشعوب شعوب مستهلكة وليست شعوب منتجة، ولذلك فقدت هذه الدول وهذه الشعوب قرارها الاقتصادي وارتبطت بالغرب، وصار الغرب يبتز هذه الدول من خلال العملية الاقتصادية. اليوم على الشعب الفلسطيني فعلا وعلى كافة الشعوب العربية أن تعمل على عملية الاكتفاء الذاتي، وحتى توفير الأمن الغذائي من خلال الاكتفاء الذاتي. مصائب الشعوب اليوم تجعل من الحصارات التي تفرضها هذه الدول على شعوبنا ناجحة، لأن هذه الدول وهذه الشعوب ابتعدت عن أن تقوم بهذه المهمة، مهمة الاكتفاء الذاتي. ينجح الحصار مثلا على لبنان وينجح الحصار على سوريا، ليش؟ لأن كل الاقتصادات العربية مربوطة بالخارج، وتستطيع الولايات المتحدة الأمريكية في أي لحظة من معاقبة هذه الشعوب على مواقفها السياسية من الولايات المتحدة نعم. الأمريكية مثلا، تعاقبها اقتصاديا لأنها لم توفر هذه الميزة وهي الاكتفاء الذاتي. الشعوب التي توفرت لها هذه الإمكانية مثل الشعب الإيراني، لم ينجح الحصار مع الشعب صحيح. الإيراني لأنه اكتفى ذاتيا في مجال الأمن الغذائي. الشعب الفلسطيني اليوم لديه فرصة، خاصة بعد جنوح الدول العربية نحو العدو الإسرائيلي وقيامهم بالتطبيع مع هذا العدو، أن يعتمد على نفسه وأن يقوم باستبدال المعونات التي تأتيه من الدول العربية بالاكتفاء الذاتي، وخاصة أن الشعب الفلسطيني شعب خلاق وشعب مقاوم يستطيع أن يدخل هذه المعركة وينجح صحيح. فيها. إذن يجب على الشعوب تحويل الصعوبات إلى فرص إنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي. سؤال آخر وجهناه للكاتب تشار غاندي على ضوء مقاله، وتمحور السؤال حول التشابه بين أدوات الاستعمار الذي عانت منه الهند والاستيطان الاستعماري الذي تعاني منه فلسطين عبر الاحتلال الإسرائيلي. نستمع إلى إجابته. نرى أن ما جرى معنا يتكرر في فلسطين، حيث المستعمر يستخدم كل مسألة لقمع السكان وإخضاعهم، لكن النموذج الهندي يمكن أن يستخدمه الفلسطينيون بسهولة في حال باتوا يعتمدون على الذات، حتى لو لم يحصل ذلك إلى أقصى مدى. لكن إذا حاولوا البدء بذلك، فإن الأمن الغذائي يمكن أن يشكل فائدة كبيرة في معركة الاعتماد على الذات، وبالتالي يصبح من السهل إنتاج الغذاء. ليس بالضرورة أن يحصل ذلك على المستوى الجماعي، يمكن أن يكون على مستوى العائلة التي يمكن أن تنتج طعامها حتى لو لسد نصف احتياجاتها. هذا الأمر يعني أنهم لن يتوقفوا، وفي أيامنا هذه بات من السهل على أي عائلة بفضل تقنيات الزراعة الحديثة أن تنتج وجباتها الغذائية. ولكن إذا حصل ذلك بشكل جماعي، عندها يمكن للمجتمع أن يتحول شيئا فشيئا نحو الاعتماد على الذات، وهذا هو طريق الحرية الذي اعتمده جدي دائما. لقد قال غاندي إن الحرية السياسية تبقى ناقصة إذا لم تترافق مع حرية اقتصادية، والحرية الاقتصادية تعني الاعتماد على الذات. والآن نبدأ جولتنا على صفحات الميادين من موقعنا باللغة العربية، وفي صفحته الرئيسية آخر تطورات المشهد الإقليمي في اليمن ولبنان ومواقف السيد حسن نصر الله، ودائما الحدث في أفغانستان حاضر مواكبة وتحليلا وتعميقا.
ومن صفحة المقالات اخترنا لكم مقال المفكرة العربية بثينة شعبان بعنوان لقد تغيروا، وتناقش فيه شعبان علاقة الولايات المتحدة وبريطانيا بالإرهاب، وتخلص إلى أنه لا مشكلة لهما مع الإرهاب. في الصفحة الرياضية خبر لافت بعنوان ميسي في برشلونة، ليتبين وفق الصحف الإسبانية أن ميسي في مدينة برشلونة ولم يعد إلى ناديه الأول. وفي المنوعات نقرأ هذا التقرير المفصل بعنوان ما هي أبرز عوامل فقدان النحل حول العالم. إلى موقع الميادين باللغة الإنجليزية، وفيه تتابعون آخر الأخبار السياسية التكنولوجية البيئية الرياضية والصحية من حول العالم. ومن صفحة المقالات اخترنا لكم مقال فراه يوز بعنوان ما بين القدرات الإسرائيلية وتلك الأيام 11 في أيار مايو. في صفحة الإنفوغراف تعرفوا إلى مدربي كرة القدم الأكثر إنفاقاً منذ عام 2000، معلومات مثيرة في هذا الخصوص. وفي فقرة الفيديوهات نشاهد اليوم اشتباكات بين الشرطة الأسترالية ومحتجين رافضين للعزل العام. وختام جولتنا بالميادين إسبانول، وفي صفحته الرئيسية كالعادة أخبار المنطقة والساحات الساخنة في العالم باللغة الإسبانية، إضافة إلى أخبار وتطورات أمريكا اللاتينية. البداية من سوريا، حيث ننقل هذا التقرير بعنوان سوريا تعيد بناء مدارسها قبل حلول العام الدراسي الجديد، حيث أعلنت السلطات السورية إعادة إعمار مئات المدارس التي دمرت جزئيا أو كليا بسبب الأعمال الإرهابية. وفي تقرير آخر نقرأ سقوط كابول في أيادي طالبان في 15 من آب أغسطس يمثل نهاية دورة طويلة من السياسة الدولية. ونختم بهذا الفيديو من فقرة تخيل بعنوان كارثة عالمية، هل تقترب الحياة على الأرض من نهايتها؟ consecuencias devastadoras. Imagínate que estamos en la era de los incendios que ya no podemos apagar. Imagínate que más de 10 millones de personas están expuestas a inundaciones. Imagínate que la acción de cada individuo puede. الحدث هذا اليوم وجديد اليوم بعد الفاصل. من جديد أهلا بكم مشاهدينا. ما زال الحدث الأفغاني يهيمن على المشهد من زوايا متعددة. في الحدث هذا اليوم نسأل في ضوء انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، هل من انعكاسات على الوجود العسكري في البحرين؟ قبل مناقشة الحدث هذا اليوم مع ضيفنا من لندن السيد جواد عبد الوهاب، ننتقل إلى زميلتنا مريم عثمان وجولة معها في عناوين الصحف. إليك مريم، صباح الخير. شكرا لك آلاء، صباح الخير مشاهدينا. بالفعل هيمن الحدث الأفغاني على معظم مضامين الصحف الخليجية والعالمية، ونبدأ من أخبار الخليج البحرينية ومقال لعبد المنعم إبراهيم بعنوان هل توقعت أمريكا الكارثة الإنسانية في كابول حين وقعت اتفاقها مع طالبان؟ ومن صحيفة الأيام البحرينية أيضا مقال عن التطورات الأفغانية بعنوان برادر من قوائم الإرهاب يقفز من الدوحة رئيسا لأفغانستان. وفي ديلي ميل عنوان لافت عن الخلاف الأمريكي البريطاني بشأن جدولة الانسحاب من أفغانستان، لا تقطع وعدا وتهرب يجو، بوريس جونسون سيناشد بايدن عدم ترك القوات البريطانية تحت رحمة انتحاري داعش في كابول، بعدما قال إنه يأمل عدم تمديد المهمة الأمريكية إلى ما بعد آب أغسطس. وإلى هذا المقال في صحيفة رأي اليوم الإلكترونية بعد سقوط أفغانستان، هل تبيع أمريكا الكرد في بازار المصالح؟ للكاتب خيام الزعبي. فوجئ العالم بانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان مخلفة وراءها الكثير من الأسلحة الفتاكة التي أصبحت بيد الحركة المتطرفة طالبان، العدو الأول للحكومة الأفغانية الحليف المفضل لديها. هذه هي الولايات المتحدة تضرم النار في بلداننا ثم ترحل،
تجمع دبلوماسييها في المطار، كل منهم في انتظار طائرته، وبعد ذلك يبقى عملاؤها وحلفاؤها حيارى ولقمة سائغة لحركة طالبان المتطرفة. فكيف يمكن توصيف مشهد النفاق الأمريكي في التعاطي مع الحلفاء في المنطقة؟ اللافت هنا اتباع الولايات المتحدة المبدأ نفسه في سياستها نحو سوريا من خلال السيطرة على حقول النفط والاستفادة من استخراج البترول التي تعد من العوامل الأساسية التي تبقي القوات الأمريكية في هذه المنطقة. وعلى الجانب الآخر، فإن المجموعات الكردية التي تسيطر على قطاع كبير من هذه المناطق السورية وتؤدي دور حراس الموارد النفطية تعتمد عبثا على مواصلة الدعم الأمريكي. هذا أبرز ما عنونته بعض الصحف الخليجية والعالمية، والعودة إليك آلاء. مراسلة الميادين مريم عثمان، شكرا جزيلا لك. أجدد الترحيب بضيفنا الكاتب والصحفي البحريني جواد عبد الوهاب معنا من لندن. إذن أستاذ جواد، في ظل سياسة بايدن في المنطقة لناحية الانسحاب وتخفيض الوجود العسكري، هل يمكن أن يطال ذلك الوجود العسكري الأمريكي في البحرين، ولا سيما إذا اتخذت المفاوضات الإيرانية الأمريكية منحا إيجابيا؟ أولا، البحرين تحتضن قيادة الأسطول الخامس للولايات المتحدة الأمريكية، ولا تزال منطقة الخليج تشكل يعني عمق استراتيجي للمصالح دول الاستكبار وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. لن تتزحزح الولايات المتحدة الأمريكية من هذه المنطقة إلا بعد أن تبرم اتفاقا يحدد النفوذ الإيراني في هذه المنطقة. ولذلك فإن الدول الخمسة زائد واحد تركز أو تحاول أن تتفاوض مع إيران أو تضيف بند إلى الاتفاق النووي، وهو بند نفوذ إيران في المنطقة. في المقابل، إيران ترفض هذا النوع من التفاوض أو ترفض إضافة أي بند لبنود الاتفاق النووي، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية وكل القواعد العسكرية في الخليج هي مصدر أو عامل توتر وعدم استقرار لهذه المنطقة. ما لم يتم هناك اتفاق مع الإيرانيين فإن الولايات المتحدة الأمريكية باقية في هذه المنطقة. إذن الولايات المتحدة الأمريكية باقية عسكريا وفق رأيك في البحرين إلى أن يتم التوصل إلى نوع من الاتفاق مع إيران يحد ما وصفته بالنفوذ الإيراني. ولكن سيدي، الكثير من حلفاء واشنطن باتت لديهم شكوك ومخاوف مع انسحاب واشنطن والقوى العسكرية الأمريكية من أفغانستان. هل أثار الانسحاب الأمريكي من أفغانستان أي مخاوف لدى السلطات البحرينية حول انسحاب وشيك منها يوما ما أيضا؟ قبل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، المخاوف بدأت منذ قدوم ترامب إلى إدارة البيت الأبيض قبل 4 سنوات، حيث أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستتجه نحو الشرق وستكون القضية المركزية والاستراتيجية لها هي مواجهة الصين ومواجهة نمو الصين. الصين تشكل منافس حقيقي واستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن هذه الدولة الصين يعني تنمو بشكل سريع وتأخذ مكانها كبديل للولايات المتحدة الأمريكية. ومع وجود النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن أهمية منطقة الخليج تقل من الناحية الاقتصادية وأيضا من الناحية الاستراتيجية، إلا أنهم يريدون أن يضمنوا أن لا تتحول هذه المنطقة في يد الإيرانيين. أستاذ جواد، يعني الحدث الأفغاني وتخلي أمريكا عن حلفائها، هل من الممكن أن يشجع ذلك السلطات في البحرين على إبداء مرونة تجاه المعارضة واتخاذ إجراءات تريح الوضع الداخلي نوعا ما؟ البحرين كسلطة ليس في صالحها إنتاج حل سياسي، خاصة في هذه المرحلة. أي حل سياسي في البحرين
سيكون في غير صالح السلطة في هذه الفترة بالذات. هي تحاول أن تطيل من الأزمة السياسية بالقبضة وتتعاطى معها من خلال سياسة القبضة الأمنية، وتريد أن توهم العالم بأن البحرين تتعرض إلى حوادث أمنية وأن السلطات فيها تقوم بالتعاطي أمنيا مع هذه الحوادث، لأن منظمات حقوق الإنسان والمعارضة البحرينية يعني أفشلت هذا المخطط الكبير الذي حاول إيهام العالم بأن البحرين ليست فيها قضية سياسية وأن ليس هناك مطالب للشعب البحريني، وحاولت أن يعني تعيد الحياة لما سمي بالمشروع الإصلاحي الذي جاء به ملك البلاد في العام 2001، لأن كل هذه المخططات فضحتها ممارسة النظام القمعي، وحتى ما قامت به من اعتقالات وزج أكثر من 5000 ناشط سياسي في السجون من أجل إيقاف الحراك وإنهاء المطالب السياسية، بات اليوم هذا الملف، ملف السجناء السياسيين، عبء على السلطة البحرينية، بحيث أن حتى حلفاء النظام ومن يحمون النظام مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا يطالبون السلطة اليوم بالإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين. نعم، والآن نذهب إياك أستاذ جواد إلى جديد اليوم. وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الحوار الذي جرى بين روسيا والولايات المتحدة في جنيف بالمشجع، مشيرا إلى أن طريق خفض التصعيد ليس بالأمر السهل. لافروف قال أن ادعاءات الاتحاد الأوروبي بأن السيل الشمالي 2 سيزيد اعتماد الأوروبيين على الغاز الروسي لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن خط الأنابيب سيعزز أمن الطاقة في أوروبا لعقود مقبلة. أستاذ جواد، بين تطمينات روسيا وألمانيا ومخاوف في أوكرانيا والعقوبات الأمريكية على أفراد وكيانات روسية منذ يومين، هل سيكون خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 سلاح جيوسياسي أم وسيلة حقا تعزز أمن الطاقة في أوروبا؟ أنا أعتقد هناك رؤيتين في هذا المجال. رؤية روسيا التي تقول أن هذا الخط سيعزز الأمن والاستقرار في أوروبا، والتشكيك من قبل الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية في هذه الرؤية. ودائما يتعاطى الأوروبيون والأمريكيون مع المشاريع الروسية بنيات يعني سوء الظن في روسيا، من حيث أنها تسعى للسيطرة على مناطق جريان هذه المادة الضرورية للاتحاد الأوروبي. الكاتب والصحفي البحريني جواد عبد الوهاب، كنت ضيفنا من لندن، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات والتحليلات القيمة. الشكر موصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. بالحبر الجديد لليوم انتهى، بأمان الله.